سرابايا يوم 26 نوفمبر احنا وفدنا في السعودية من الترافل ايجنسي بجميع مناطق المملكة، الرياض، جدة، الدمام، المدينة. خذينا جولة للمتحف، متحف رائع جدا يمثل وسائل النقل لجميع الطائرات، السيارات، الموتورسيكل، جميع مصانع الشركات السيارات في العالم، الأمريكية، البريطانية، الفرنسية، جميع الموديلات من موديلات قديمة 1928 لحد الآن. صراحة متحف رائع، مشكورين الإخوان قائمين جولة، علمونا على أشياء معلومات جديدة بالنسبة لنا. إن شاء الله راح نكرر الزيارة، راح نوصل هالمعلومات للسياح اللي بيصلون أندلسية وصربايا بالذات، ومتحمس لهم بإذن الله. مشكورين الإخوان كلهم، أستاذ مصورين مذيعين جميع الإخوان، شاكر المقدم لكم، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا والله.